اذا هاي الطريقه اللي شرحنا عنها هون اللي بنحط عندي هلا هون بصير عندي هدول التو تيرمينالز بيطلعوا هون بروحوا على الدايناميك ريزيستر مع البي دبليو ام اي جي بي تي وهاي اليونت كلها تعمل لي دايناميك ريزيستر بريكنج. لذلك انت لما تشتري من شركه الدرايف تقول له بدي دايناميك ريزيستر يونت او دايناميك ريزيستر موديول. هاي هي الموديول، تشتري هاي الموديول وطبعا الحراره بتكون بتروح في هذا الريزيستر. هلا الطريقه الثانيه انه انا اعمل ريجنريتيف بريكنج. ريجنريتيف اني اخذ الطاقه اللي تولدت هون وارجعها على السبلاي. فبدل ما نعمل دايناميك ريزيستر بريكنج بيكون عندي بين التو تيرمينالز هذول في عندنا انفرتر اضافي بنسميه ريجنريتيف موديول. والريجنريتيف موديول راح اخذ هذول الثري تيرمينالز واشبكهم هون على السطح. طبعا هذا الريجنريتيف موديول راح ياخذ راح يحس هون في طاقه اضافيه بدا يرتفع الفولتج. الفولتج لما يبدا يرتفع في ثريشولد معين، لما يوصل هذا الثريشولد نفس الشيء بالدايناميك ريزيستر بريك، لما يوصل هذا الثريشولد راح يشتغل. هذا راح يشتغل هون راح يصير ياخذ الدي سي الاضافي الموجود هون ويرجعه على السبلاي بس بده يعمل سينكرونايزيشن بحيث انه لما يحط هون اي سي لازم الاي سي يكون سينكرونايز مع الثري فيز اللي موجود هون، الطاقه هاي لما بصير في فلو للباور للسيستم هذا ممكن يستفيد منه اجزاء ثانيه، هذا اسمه ريجنريتيف بريكنج. في طريقه ثالثه نعمل شيرنج للدي سي باس. إذن هاي الطريقة الأولى دايناميك ريزيستر بريكنج اللي حكينا عنها وحلينا عليها مثال. الطريقة الثانية ريجنريتيف بريكنج. طبعا تكلفة الريجنريتيف بريكنج يونت أكثر بكثير من دايناميك ريزيستر بريكنج. الحسابات بدها تصير بدك تعمل حسابات انه قديش كميه الانرجي اللي انا بتوقعها، هل تستاهل اني ادفع ثمن ريجنريتيف بريكنج يونت ولا استعمل دايناميك ريزيستر وخلص؟ دايناميك ريزيستر مش رح استفيد من الطاقه اللي رجعت، راحت علي على الفاضي، بس سعرها اقل بكثير رح يكون من ريجن. انت هون شاري انفرتر جديد عمليا انفرتر كامل، يعني هاي الوحدات اللي فيها تقريبا بتشبه هاي. عمليا مكلفه. الطريقه الثالثه هاي طريقه جديده بدوا يستعملوها اللي هي شيرنج اوف ذا دي سي باس. هلا تذكروا انه الدي سي باس اللي هون اللي طلعناه من الانفرتر عم بعطيني كونستنت مش فاريبل مش كنترول ريكتيفاير هو كونستنت ريكتيفاير. فايش انا بنعني الان اذا عندي انا مجموعه يونتس اني اشترك في اليونتس هاي كلها اللي موجوده هون بالشكل الثاني يعني نفس الريكتيفاير ريكتيفاير واحد بتشتري لكل هدول اي 3 فيز بعدين هلا هذا هون هاي اعطاني دي سي باس وهلا على الدي سي بس بنركب عدد من الانفرترز فبصير عندي هون انفرتر 1 وهون انفرتر 2 انفرتر 3 الى اخره. هلا هون بيكون عندي هاي موتور 1 هاي موتور 2 وهدول اندبندنت بقدر امشيهم زي ما بدي. هلا راح افترض انه في لحظات معينه لما ام 1 عم بيعمل ريجنريشن ام 2 ما بيعمل ريجنريشن هيك بدي افترض انه حظي ما راح يكون سيء بحيث انه كلهم بدهم يعملوا ريجنريشن بنفس الوقت. لكن لو كان مثلا ام 1 بيعمل ريجنريشن ام 2 عمال باخذ الطاقه فهذول هلا بنشبكهم كلهم على نفس الدي سي باس. فصاروا كل هذول هلا مشبوكين على نفس الدي سي باس. هاي الطريقه الان صارت شائعه جدا مستعمله والها مزايا. انه انا وفرت بحق هذا الريكتيفاير بدي اكبره بس ما راح يكون سعره نفس سعر 3 ريكتيفايرز. دي سي بس واحد عندي لهذول كلهم صار طبعا كاباستر اكبر بس صار يقدروا يتشاركوا فيه. هلا اذا في باور راجع من ام 1 مين بيستخدمها؟ ام 2 او من ام 2 بيستخدمها ام 3 وهكذا. لا ليه؟ لانه انت هلا هون اول شيء ما اضطريت تشتري الريجنريتيف يونت مضبوط؟ انت اصلا كنت لكل واحد من هذول المحركات بدك تشتري انفرتر وركتيفاير مزبوط وهذا كنت تشتري له انفرتر وركتيفاير وهذا بدك تشتري له انفرتر وركتيفاير. انت الان شريت ركتيفاير واحد اكبر طبعا هو بس واحد بس. انت
زدت الكوست بدك تطلع انه هدول لو كان بدك تعمل لـ M1 و M2 و M3 بدك تشتري هدول ثلاثة من هدول. هلا انت اشتريت ثلاثة من هدول واحد من هذا، بس طبعا هذا حجمه بده يكون اكبر حتى يقدر يغذي الثلاثة مع بعض. هلا المفروض انه يكون statistically من ناحية احصائية انه M1 عادة مثلا مش يعني احتمال ضعيف انه M1 و M2 و M3 يكونوا يعملوا regeneration بنفس الوقت. حتى تحتاط راح تحط انت هون دايناميك بريكنج ريزيستر يونت، انه الحاله لو كانوا الثلاثه عم بيعملوا ريجنريشن حظي سيء بدي اضطر اضيعهم في دايناميك بريكنج ريزيستر. شو احد الميزه اكبر مشكله بهذا؟ في مشكله رئيسيه في هذا السيستم. تمام. ناحيه ريلايبيليتي. اذا طفى هذا اذا خرب هذا الدايناميك هاي المشكله الرئيسيه الوحيده، اذا الابلكيشن عندي بده ريلايبيليتي عاليه بخاف هناك هون لو خرب هذا بطفي سيستم، بس بضلوا سيستم زي الثاني شغال. هون انا نقطة الضعف عندي هي الريكتيفاير، هذا لو خرب الريكتيفاير او الكباستر طفى السيستم كله منه، طفوا كل هذول الاجهزة. هذا اسمه دي شيرينج اوف ذا دي سي بوكس. دكتور ليش ما ياخذوش هالبطاريات مثل الطريقة هاي بتستخدم هذا او بتستخدمها؟ ليش هالبطاريات؟ ممكن ما بعرفش، البطاريات مش لها مشاكل كثيرة وتكلفتها عالية. يعني تلاحظ هلا حتى احنا بالاونلاين فوتوفولتايك شو صاروا يتجنبوا؟ بطارية صار يجنب البطارية تماما، يعمل ريجنريشن مباشر يحطها على الجريد، وبالليل بقول لك انا برد بسحب من الجريد مش مشكلة، بس ارخص لي بكثير ما احط بطاريات واقعد. البطاريات مشكلتها كبيرة، تكلفتها عالية، مشكلتها كبيرة. هلا ما بعرف اذا في سيستم زي هيك يعني ممكن هذا، بس هو اللي شاع الان هذول صاروا تقريبا الثلاثة اللي شاعين، يعني هذول احد الخيارات الممكنة انك تستخدمها حتى تعمل بريكنج. هو نفسه هذا الدي سي بريكنج؟ لا لا، دي سي بريكنج شيء ثاني راح احكي عنه بعدين. بدي اعمل دي سي بريكنج بنفس المحرك بصير احط دي سي عليه، بحمل المحرك وسيء ممكن اعمل منه دي سي بريك، راح احكي عنه بعدين. طيب اذا فكرت مثلا انه استخدم بدل واحد من الموتورات هذول دي سي